وبرضو الموضوع الاولاني اللي كنت بتكلم فيه نهاوند مع حضراتكم هو كمان موضوع في منتهى الاهميه، فكره الاعداد النفسي للاعبين ده شيء مهم جدا وضروري جدا، وخصوصا واحنا بنقرب كل شويه اكتر واكتر من اولمبياد باريس 2024. بالمناسبه حاليا في مجموعه كبيره من البطولات المقامه وهي بطولات مؤهله للاولمبياد. للاسف الفتره اللي فاتت سمعنا عن كتير من البطولات اللي كنا بنشارك فيها بلاعبتنا ولاعبتنا المميزين كمان، لكن للاسف بيشاركوا من غير ما يكون معاهم معدين نفسيين. المعد النفسي دوره ضروري جدا لاعداد اللاعب او لاعداد الفريق للمنافسه، وكمان بيسيطر على حته او يعني بيساعد جدا في تفصيله ان اللاعب يقدر يتحكم في انفعالاته وحتى في حالته المزاجيه، وخصوصا قبل المباريات المهمه. عشان كده يعني بنقول ان الجهد البدني لا يكفي لتحقيق البطولات، لازم كمان ناخد في الاعتبار الشق النفسي، لان الاتحادات الرياضيه الحقيقه بتشتغل بجديه شديده على ملف الاعداد النفسي للاعبين، تماما زي ما في معد بدني ومعد او مدرب احمال وطبيب للتغذيه، لازم كمان نشتغل بنفس الطريقه العلميه مع لعيبة على صعيد الشق النفسي لما له من انعكاسات في منتهى الأهمية على مشوار اللعيبة نفسهم في الرياضات المختلفة. أنا بتفق معاك جدا، وزي ما بتقال يا كريم الإعداد النفسي للعيبة كمان ما بيتمش بشكل مفروض عشوائي، لا أنت عندك خطط، عندك مراحل تكون مدروسة بشكل علمي بتتم عشان تقدر توصل اللاعب ده للمنافسة، تقدر إن أنت تحفزه عشان يقدم كمان أفضل مستوى عنده. مش بس كده، خلينا نقول لا كمان في مرحلة مهمة جدا من الإعداد اسمها الإعداد النفسي، اللي أنت بتوصل اللاعب لمرحلة اللي هو أنا بلعب من أجل المتعة، أنا مش بلعب تحت توتر اللي هو كل لعبة فيا كل خطوة وكل باسة وكل حركة بالكرة في الرياضة، مش لازم بس كرة القدم، في أي رياضة بمارسها محسوبة وهحاسب عليها وهتجلد عليها. الكلام ده غلط جدا، ده ممكن يؤدي لسوء في اللعب أو سوء في الأداء الفني. فالشق إن أنا أو الشغل إن أنا ألعب على إن أنا اللعيبة بتاعتي موصلهم إن أنا بلعب لأجل المتعة، ده فرق كبير جدا. هتلاقي كمان اللاعب وقتها عنده تركيز مع ثبات انفعالي وسرعة في اتخاذ القرار، خلينا نقول بدون أي توتر. التوتر ده هو الأزمة، هو ده الشق الأساسي اللي أعتقد كل الدكاترة النفسيين وكل الأخصائيين النفسيين بيشتغلوا إن هو ما يكونش متواجد في الملاعب. التوتر ده ممكن يبوظ بجد مباريات، ممكن يخسرك بطولات، ممكن يخسرك حياتك. خلي بالك بقى لو هنطبقها على الحياة في العموم، مرحلة مهمة جدا عشان اللاعب يقدر إن هو يوصلها، بتاخد كمان جهد كبير جدا وشغل كبير جدا. في كمان حاجة اسمها دراسة الخصوم، يعني لازم كمان قبل أي مباراة، وده بيبقى شغل أكتر على المدير الفني إن هو يشتغل على دراسة الخصوم، ازاي توصل او توصل اللاعب بتاعك ان هو يدرس خصمه ويعرف نقاط ضعفه النفسية، وبالتالي يعرف ان هو هيواجه خصمه ازاي وبأي طريقة لعب كمان. فانت فاهم قد ايه في ربط كبير جدا، يعني فكرة كمان مرحلة التصالح مع النفس دي اللاعب بيوصل فيها المرحلة ان هو بيتم تحديد الاخطاء اللي وقع فيها وازاي بيتغلب عليها من تلقاء نفسه، ما يقعدش بقى جلد الذات لدرجة ان انا اقول خلاص انا فاشل، انا مش نافع، انا مش هنجح، انا مش هقدر اقدم حاجة تانية. الكلام ده كله غلط. مين المسؤول على ده؟ مش بيكون بس المدير الفني ابدا، مش بكل المديرين الفنيين لاي رياضه بيقدروا يكونوا عندهم الموهبه دي، فيه وفيه، لكن ده شغل اكتر الاخصائي النفسي. عشان كده لما جينا اتكلمنا في كره القدم والفريق الاول قلنا مهم جدا يبقى فيه اخصائي نفسي زي ما كان في ايام مانويل خوسيه، وقلنا التجربه كانت وقتها ناجحه لكن لم تكمل. لكن دلوقتي مره تانية تقريبا بقاله شهر ونص او داخل في شهرين عندنا اخصائي نفسي رائع جدا، وشغله يمكن باين على الارض يا كريم. قلنا الكلام ده في فكره ان انت بتلاقي اللعيبه مش بتلعب وهي متوتره، ما شفتش لاعب مثلا بيأدي الشوط الاول والشوط الثاني بيبقى خلاص ما بتلاقيش ان هو بيأدي اي حاجه، ما شفتش لاعب فردي، بتلاقي دايما في لعب جماعي. انا بشوف ان ده بيأثر بشكل كبير جدا وشكل ايجابي، فاعتقد هتبقى فقره مهمه جدا ليها ابعاد كمان مهمه جدا. وفي نفس الوقت لو احنا هنقارن بقى نفسنا كمان بالعالم الخارجي، لان المهم الواحد مش بس يبص على نفسه، واحنا نشوف العالم كله كمان واصل لاي مرحله لما بفتح ملف، فاي ثينك ان هي هتبقى حاجه مهمه جدا اكيد. وبرضو التفصيله بتاعت الشق النفسي دي بيبقى لها انعكاسات بنشوفها احيانا في حالات فرديه، يعني في لعيبه معينين ممكن يبقوا مروا بفتره ما من عدم التالق او عدم الاجاده في اللعب، لكن بنرجع ونشوفه بعد كده هم فايقين بالمصطلح الدارج. الفوقان ده بيجي من خلال اكتر من تراك بيتمشي عليه، ولكن اهمهم على الاطلاق هو التراك النفسي، الشق النفسي المهم جدا.